There was thunder and lightning, and the wind began to blow. Yeah, there was thunder and lightning, baby, and the wind began to blow. رهيبه كتير هالبنت. رح تقتله للزلمه؟ ها ليك مرتضى، فهم علي، انا عيني ما بتشوف حدا غير عزيزه، مشان ما يصير سوء تفاهم. الله يصبر عليها احمد. شو بدي اقول؟ حط عينك بعيني جميل، شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله؟ انا بعرفك منيح. ايه شوفي شوفي، ليك وليك وليك، هذاك الزمين يلي له دقن. هلا خلينا نتفق على موعد، وقتها بحكي لك كل التفاصيل وان شاء الله. دير بالك دير بالك، اسفي كثير، بعتذر، ما كان قصدي. توسخوا ثيابك شي؟ لا تاكلي هم، القصه مو محرزه. معقول يصير هيك شي؟ كبيت عليك ووسخت لك ثيابك، تعرف راسي كان عم يفتل كل الوقت. وانا لحالي ما في مين يسندني. انت هون لحالي؟ لحالي. تعرف شو عم قول؟ اقعد شوي ليرجع لي وعي، هيك بيكون احسن. بيكون أحسن. خليني ساعدك، تفضلي اقعدي هون. شكرا. تفضلي تفضلي ارتاحي. شوف هالختيار، ها شوف هالحركات، لو شبوا ليه؟ طلع الموضوع كتير سهل. والله بده يكون سهل كتير، ليش مو شايف هالبنت اللي قدامه كيف عرفت توقعه بلحظة واحدة؟ جن فيها أول ما شافها، معقول طار عقله وأثرت فيه لهالدرجة؟ شوف هالسخافة تبعه، مو معقول. ليك أنا توترت كتير منه، جاي على بالي روح كسر له أسنانه هالكلب. اهدى شوي يا بطل، رجاله كتار ونحن بس اثنين، شبنا واضح مو هيك؟ اهدى. رح روح رح روح. رح تحط له الدواء. مشي الحال. ايه شفتها. خلص الامور تمام، ضل بس انه نطلع الزلمه من هون، صح؟ خلص. صح اللي عم تقوله مرتضى، بقيت هالشغله علينا ومنخلص. ايه صح صح. بتنحل ان شاء الله بتنحل. شوفي شو صار لك، ندق الباب ليش خفتي هيك؟ قولي شبيك. ولا شي، كنت شاردة مشان هيك خفت. أنا رح روح أفتح وأجي. لك أحمد، أنت شو عم تعمل هون؟ من وين سمعت؟ بشو من وين سمعت؟ أنا مسافر على أمريكا، جيت ودعكن بس كأنه في شي. مع السلامة أخي أحمد، يلا روح بالتوفيق. جميل ومرتضى مو هون، دير بالك. لك دقيقة دقيقة، شو صاير؟ ليش عم تتصرفي هيك؟ قولي وين جميل وين مرتضى؟ راحوا على عزيزة. شو مخبي عني؟ قولي. مو مخبي شي والله، ما في شي. انت روح هلا عزيزة، احكي لي وإلا بصرخ وبجمع كل الرجال. لا لا تعمل هيك، كل القصة انه شو؟ يعني بصراحة انا رايح. لا 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 لا، وقف وقف، خلاص خلاص. لك بحلف لك انه جميل ومرتضى موجودين معه تمام، وهن ما رح يخلوا شي يسيبها، هن معه وعم يراقبوا. مين؟ إلي. شو بقى إلي؟ إيلين شو علاقتها؟ الجميل ومرتضى مرتضى و... شو عم تحكي؟ إيلين وينها؟ بدون يحطوا دواء للسيد مصطفى. خليك وينها إيلين؟ حطيت لا أحكي. إيلين وينها عزيزة؟ روح أحمد شباب، خليني وينها إيلين؟ تمام تمام تمام، رح أقول لك وينها. إنهم بينادي السيد مصطفى، بس استنى لا تروح، وقف. جميل ومرتضى إنهم مستلمين القصة يا أحمد، وقف.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.